جماهير كتيره كانت بتتكلم انها كان نفسها تشوفك في كره القدم المصريه، سواء على مستوى الفرق او على مستوى المنتخبات، وكتير كنا بنسمع عن مفاوضات من النادي الاهلي في كثير من السنوات معاك وايضا منتخب مصر، وكتير من الجماهير كان نفسها تشوف وساتي في الملاعب المصريه. امتى كان الامور كانت قريبه؟ نعم. ليس الأهلي فقط، هناك أندية أخرى أيضا، ولكن الأهلي هو كان الأكثر أو الأول في التحدث معي، ثم بعد ذلك تكررت المفاوضات في مناسبات أخرى وفي مرات أخرى. أما عن المنتخب لم تحدث أي مفاوضات أو رسمية أو حديث رسمي حول تولي تدريب المنتخب، بعيدا عن الأحاديث الجانبية أو مجرد معرفة رأيي. طيب بالمناسبة النادي الأهلي أو حتى الأندية، تفضل. لقد أظهروا الشغف، شغف كبير واحترام كبير لمسيرتي، وكانوا كان هناك رغبة في وبالفعل أنا دربت منتخب عربي مثل منتخب قطر وعشت في قطر لسنوات عديدة. هذه التجارب العربية الكثيرة المهمة جدا اللي كان فيها كثير من الإنجازات عملت لك شعبية كبيرة في الوطن العربي. ما هو الإنجاز الأفضل ليك أو اللي بتستمتع بيه أو تتذكره كل مرة مع أحد الفرق أو المنتخبات العربية؟ أعتقد أن الحدث الأهم على الأقل الذي حققته في قطر مع الفريق السد القطري دوري أبطال آسيا، أعتقد أنه كان المكان التي حققنا فيها والفترة التي توليت فيها تدريب الفريق السد، أعتقد أنه كان إنجاز كبير لأن قطر لم تكن على الخارطة في آسيا في ذلك الوقت، فأعتقد أن هذا الإنجاز كان مهما جدا بالنسبة لي وبالنسبة للبلد، وأيضا مع المنتخب القطري الذي كنت تشرفت بتدريبه، ولكن للأسف لم نحقق الكثير من الإنجازات، ولكن تدريب المنتخب القطري في حد ذاته كان تجربة مهمة بالنسبة لي. كانت هناك بعض القرارات التي لم تكن صائبة في تلك الفترة فيما يتعلق بالاختيارات والترتيب والتخطيط لي فيما يتعلق بالجانب الإداري للمنتخب القطري في ذلك الوقت، ولكن ما خرجت به من قطر هو الحب الكبير والذي وجدته في موسم 2017-2018 مع فريق السد. هو كانت فترة مهمة بالنسبة لي، ولكن فيما يتعلق بالنتائج أعتقد أننا حققنا بعض النتائج الطيبة مع فريق السد. هذا كل ما يمكن أن أقوله في هذا الجانب. Lo más fuerte, ¿no?